السلام عليكم. عليكم، مبروك عواشركم كاملين، كاملين يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبطول العمر إن شاء الله وبشمش منيشو. ورايا بعدا راه فايق أليز، أنا شوية فايق ماشي هو هذاك. كنتمنى إن شاء الله النهار يدوز بخير وعلى خير. كان عزو المثل كبير ولكن يلا فاق يلا فاق. أنت فين كنتي؟ التليفون كان شاد التليفون، كان هو فايق ناس بكري وفاق بكري. المهم حنايا الاخوان كما قلت لكم اليوم اول نهار في رمضان، غادي نعيشوا معكم النهار كيفاش كيدوز معنا. غادي ان شاء الله غنبداو باول حاجه اللي هي الصلاه، ومن بعد غادي نمشيو نترينيو شويه، غنبداو الشهر بلونطريما، وغادي نجيو باش نوجدوا فطورنا. ايوا الاخوان بقاو معنا كملوا الفيديو ان شاء الله. باي باي. ايوا الاخوان، المهم حنا دابا لبسنا حوايجنا رايان براي ماشي معنا الصديق ديالنا السعدودي خويا سعد. السلام عليكم. مرحبا، بارك لي معواشرك. مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه باش ما تمنيتوا ان شاء الله، وتهلاو في راسكم. راه اليوم السعدي عاتريني بيا الكوتش ديالنا اليوم، بقى لي غنحيد لك الكريشه في رمضان. احنا معاه رايا، راه بدا من دابا التسخينات. رايان مالك؟ شو التسخينات ديال رايان دابا بدا من ديشي. المهم الاخوان، هاد لونطريما تحفيزيه للاخوان اللي بغاو يترينيو، ما يحاولوش ما يعكزوش يبداو لونطريما. هاد الشهر هذا راه ديال فيه بزاف ما نقدروا ما نديرو، نتقربوا من الله الاولى، ثاني حاجه نحافظوا على الرشاقه ديالنا. حنا عام وحنا كنخشيو في وجهنا ما فيها باس، لكن نقدروا في 30 يوم هادي نبدلوا بزاف ديال الحوايج اللي قدروا تبدلوا. اخوان بقاو معنا، وحنا غا شويه غادي نبداو الحصه ديالنا. شي دقيقه ديال الجري بزز، عرفتي شحال من جرينا. المهم دابا غادي يدير بينا الصديق ديالنا كما قلت لكم، غنديروا شويه ديال الحركات باش ما نفورسوش على راسنا بزاف. بما ولفنا في هذا الشهر ان شاء الله بقاو نهزوا في الريش. المهم الاخوان احنا معنا
قلت لكم الاخوان ما نفرصوش على راسنا جبدنا العصب طلع خويا سعد شكرا بزاف مرحبا شكرا خويا الله يحفظك هما الاخوان باش نكملوا دابا الفطور ديالنا ايوا ان شاء الله خلنا دوشنا وسالينا غندخلو دابا الكوزينه باش نوجدو داكشي اللي بقى ديال الفطور غنتعاونو المهم غادي نبداو دابا بالبيتزا هي الاولى غادي شي اللي كتبقى شاده الوقت في الفران ونعصرو العصير ونعمرو اتاي ونصاوبو شي مقيله ديال الصوصات ولا ديال المهم داكشي ما نكثروش وصافي كما عارفين نتوما راه رمضان راه العيال اللي كتاكل يلا الاخوه بقاو معانا داكشي اللي قسم الله راه حطيناه فوق الطاوله ما بغيتش نصوره المهم كنتمنى من الله يكون الصيام مقبول ومبروك عواشركم مره اخرى واللي اول مره يشوفنا ما ينساش يدير ابوني ويدير لايك ويخلينا شي كومونتير هاي ندير لهم باي 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 عواشر مباركه ان شاء الله ان شاء الله